بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض معكم في هذا الفيديو موقف أردوغان وبهشتلي في وجه الحملات التحريضية ضد اللاجئين السوريين بشكل خاص واللاجئين والمهاجرين بشكل عام في تركيا. يتناول هذا الموقف الصحفي التركي الشهير محمد أجات والقريب من دوائر صنع القرار. لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية. يقول محمد أجات: قضينا عيد الفطر لهذا العام في ظل حملة تحريضية ضد اللاجئين أعدت بشكل خاص لتغطي عطلة عيد الفطر. كان من الملاحظ تأجيج هذه المسألة بشكل مقصود وممنهج يستغل توقيت عطلة العيد حيث يكون الناس فيها أكثر انفتاحا مقارنة مع باقي الأيام على تبادل الأحاديث والآراء. وفي هذا السياق طالعنا آراء صادرة عن خبراء تفيد بأن حملة الكراهية ضد اللاجئين لم تتطور بشكل عفوي، بل رعتها وغذتها وحدات استخباراتية أجنبية نظرا للجهات الفاعلة في هذه الحملة وطريقة انتشارها وكذلك توقيتها. أوليس هناك أطراف ودول من الشرق إلى الغرب يسعون بترقب من أجل الضغط على السلطة في تركيا، لا سيما في ظل اتخاذها قرارات حاسمة بشأن مختلف القضايا الحساسة في الآونة الأخيرة؟ يتساءل محمد أجاد ويجيب: بالتأكيد يوجد اتصال وثيق وموقف حازم. لقد رأينا كيف اتبعت الحكومة آلية اتصال شفافة ومؤثرة في مواجهة حملات التحريض مؤخرا، فلم تظهر الحكومة في موقف متعثر أو متخبط. وبهذه الطريقة نجحت الحكومة في تجسيد فارق ما بين الصورة الحقيقية والبيانات الصحيحة وما بين المعلومات المغلوطة والمصطنعة. على سبيل المثال، لم تشهد أعداد اللاجئين السوريين ارتفاعا يذكر خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك بفضل العمليات التي خاضتها تركيا على الأراضي السورية. يتابع أجاد: الأرقام التي تتحدث حول وجود 8 إلى 10 ملايين لاجئ هي مجرد مبالغة وتضخيم، لا يتقاضى السوريون رواتب تصرف من خزانة الدولة، بل يتقاضون مبالغ صغيرة يمولها الاتحاد الأوروبي لمصاريف المعيشة. أيضا السوريون يوفرون لقمة العيش بأنفسهم من خلال عملهم في أعمال معظمها ضاغطة. يتابع أجاد ويقول: ليس هناك تسامح مع المتورطين في جرائم، وفي هذا الإطار تعرض 20,000 شخص للترحيل خارج تركيا. لم يمنح السوريون حق الدخول للجامعات دون امتحان، ولقد شاركت الجهات المعنية في هذا الإطار الرأي العام بالمعلومات الصحيحة والموثقة. يتابع أجاد في السياق ذاته: تابعنا حديث رئيس حزب الحركة القومية دولة بهشتلي خلال كلمته في اجتماع الكتلة البرلمانية أمس الاثنين، وقد سلط الضوء على هذه البيانات قائلا: يزعم البعض أن عدد اللاجئين 8 ملايين، ويزعم آخرون أن عددهم 10 ملايين، وكلاهما محض هراء. فسجل الدولة واضح في هذا الصدد، وبيانات الدولة هي التي تعنينا في النهاية. يتابع أجات: إن الدوائر التي سعت لبث الفوضى بين الجماهير من خلال حملات التحريض ضد اللاجئين كانت تترقب حابسة أنفاسها لردود الفعل التي ستصدر عن الحكومة. كان أهم ما يريدون رؤيته هو الصورة المتعثرة والمتخبطة للحكومة. كانوا بانتظار أي ردة فعل مترددة من الحكومة إزاء دفاعها عن اللاجئين من أجل أن يزيدوا من جرعة هجومهم وتحريضهم في هذه المسألة. لم يكن من الممكن إبطال مفعول هذا الفخ إلا من خلال تجسيد موقف حازم في الدفاع عن اللاجئين وعدم الرضوخ لأجواء الكراهية. وحينما اجتمع هذا الموقف الحازم مع آلية الاتصال الوثيق، سرعان ما انقلب السحر على الساحر وخرج المحرضون خاسرين دون تحقيق غاياتهم. يتابع أجاد: وفي هذا الصدد نجد أن الموقف الواضح الذي اتخذه الرئيس أردوغان ومن ثم دولة بهشتلي في وجه حملات التحريض ضد اللاجئين قيما للغاية.
لا سيما حينما تحدث الرئيس أردوغان في اجتماع مصياد الاثنين بكلمات جسدت قمة الموقف الإنساني النابع عن ضميرنا فيما يتعلق بمسألة اللاجئين. قال أردوغان بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدا، أبوابنا مفتوحة لهم وسنواصل استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة. كذلك الرسائل التي صدرت عن دولة بهشتلي في اجتماع أمس كانت مهمة كذلك في هذا الصدد. تحدث بهشتلي بلغة مهدئة محذرا في الوقت ذاته من حملات التحريض قائلا: يجب أن يكون معلوما للجميع أننا سندعم أي سياسة ستنفذها الحكومة، لا يمكننا تسليم أي إنسان بريء لجلاده الذي ينتظره وبيده خنجر، ولا يمكننا أن نكون شركاء في هذه الوحشية. مضيفا: بالنسبة لنا فإن خطوة بناء منازل من الطوب خطوة في الاتجاه الصحيح، إن شروط عودة السوريين من تركيا إلى سوريا لا تتحقق إلا في المناطق التي جعلتها تركيا آمنة داخل سوريا، ولو كان بمقدور السوريين الرجوع بالفعل إلى مناطق سيطرة النظام السوري لعاد أولا مئات الآلاف من السوريين الذين يعيشون في خيام من القماش وسط الثلوج والشتاء والوحل بإدلب قرب الحدود التركية إلى منازلهم، وبما أنهم لا يستطيعون أن يعودوا إلى منازلهم فهذا يعني أن شروط العودة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد لم تتحقق بعد. إضافة لذلك أريد تذكير من يعتقد أن دمشق هي أكثر المناطق أمنا في سوريا بأن هذه المدينة تشهد موجات هجرة جادة، منها بسبب الجوع وليس بسبب الخوف على الأرواح. بعبارة أخرى، إذا كان من يعيش في مناطق نظام الأسد وتحت سيطرته وحمايته يتدافعون من أجل الهجرة من تلك المناطق بسبب الجوع، فإن إعادة من هرب من تلك المناطق بسبب الخوف على أرواحهم أمر لا يقبله سوى ضمير أصحاب حملات التحريض والكرامة هي ضد اللاجئين. إذن محمد أجات كشف عن موقف أردوغان وبهشتلي وهما يمثلان السلطة في تركيا، كما أوضح بشكل جلي معلومة خطيرة متعلقة بأن هناك أجهزة استخبارات أجنبية تدير العملية الجارية بالفعل على الأراضي التركية والتي تهدف إلى إشعال حرب أهلية من خلال حملات التحريض الممنهجة. لذلك الحكومة التركية سوف تتخذ خطوات جادة لتجريم التحريض على اللاجئين، فقد عقد أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية شريكه في الحكم اجتماعا مغلقا داخل البرلمان التركي لمناقشة قانون وسائل التواصل الاجتماعي الذي سيطرح للتصويت على أعضاء البرلمان قريبا، ويتضمن قانون عقوبات خاص ضد من يحرض على الجريمة أو ينشر الأخبار الكاذبة، ويتضمن 69 مادة. إذن الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة لم يتأخر كثيرا، ها هم الآن يضربون بيد من حديد كل من يسعى لضرب النسيج المجتمعي التركي وإحداث فتنة بين شرائح المجتمع التركي أو ما بين شريحة من المجتمع التركي والمهاجرين واللاجئين السوريين بشكل خاص. نسأل الله عز وجل أن يحفظ تركيا حكومة وشعبا، وأن يديم الخير الوفير الذي وفره الرئيس رجب طيب أردوغان لهذا الشعب ولمن لجأ إليهم، اللهم آمين. في الختام متابعين الأعزاء، أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.